باسم وزارة الرياضة يتحدث على مستقبل المكتب الجامعي الجديد وبقية الجامعات. التفاصيل واللي بالشوقة مع قانون الهياكل الرياضية إنه باش نصحه المسار. قانون الهياكل هو باش يأتي بشروط الدنيا اللي ما نجمش يضيقه فيه. ما عندهش حق تعارض وما عنده حق علاقة بالفيس. قانون الحالي لجميع كرة القدم يتعارض مع قوانين ولا واحد فيس وهو إقصائي. المنتخب من خلال قانون ظالم وخاطئ ما نجمش يستمر. ما نجمش أنا اليوم نعتبر وإني اكتسبت حق من قانون غال. الفيفا شنو تقول لك؟ ما تتدخليش في ما هو رياضي ما هو كذا. أما الشروط اللي باش تحافظ بها على الحقوق والحريات وقانون الدولة وسياسة في باش تكون مدة معينة قد تكون 6 أشهر. معنى المكتب الجامعي هذايا باش يعيش 6 أشهر بعد صدور قانون الهياكل الرياضي. مش كان هو مكاتب الكل هذا راه باش ينسحب على كل الجامعات مش على جامعة بس كل. لكن الحاجة الباهية اللي المندا هذه لا تحتسب مندا. أنا نقول لك مش مندا، المندا هي 4 سنوات وإحنا باش نعمل تصفيف للمندا وقت هذه ما عادش باش تعتبر مندا كاملة وما تتحسبش عليه. هذا كلام شكري حمد الناطق باسم وزارة الرياضة. مع صدور القانون سيتم حل كل المكاتب في علاقة بكل الجامعات وحتى بالنسبة للمكتب الجديد للانتخابات توا على قدم وساق باش يكون مدة الفترة النيابية نتاعو 6 أشهر فقط. اي محمود شو كان نحكيه بمنطق المحافظة على المال العام وما إلى ذلك فإنه من غير المقبول انه تصير انتخابات وباش نصرفوا عليها برشا فلوس. رد بالك رفيق راه والجمعيات اللي تجي الكل وممثلي الانديه ورؤساء الرابطات هذوك الكل يجيو في جلسه عامه ويسكنوا في اوتيل وياكلوا ويشربوا ويسكنوا وتكاليف الانتخابات راهي مكلفه الانتخابات معناتها حتى من ناحيه الحفاظ على المال العام من غير المقبول نعملوا انتخابات وبعد 6 شهور نعاودوها. شو الحل؟ شو معناتها شو يعمل الكلام نتاع سي شكري راهو الكل صحيح اللي قال في نهايه الامر فما قانون بتاع دولة وقانون الهياكل الرياضية طبق على الناس كله. القانون الحالي قانون جائر يمنع العديد من الترشح هذي كله متفقين فيه. كان من الأجدر انه تصير معناتها هيئة تسييرية تسير المرفق العام بتاع الجامعة لمدة 6 أشهر والهيئة التسييرية هذه تكون باتفاق كل الأطراف سواء اللي كانوا في المكتب الفارض تكون النجم وخليهم. يا أخي احنا توا سي واصف جليل شنو كان باش يمنع خليناهم 6 شهور ويكونوا كهيئة تسييرية ونحافظوا على الاستمرارية بتاع الواحد ونقولوا نعملوا انتخابات من بعد. توا شنو صار؟ تنحى سي واصف باش يخرج باعتبار انه فما انتخابات باش يترشحوا قوام وانا رينا الجدل الحاصل حول القوام. انا انتخابات على 6 شهور وبعد انتخابات على 4 سنين. معناتها الحقيقه ماهوش ما فهمتش انا كيفاش نجموا نخموا. راهو اليوم جايين قادمين على الترشح لكاس العالم، راهو عندنا منتخب. هل الضبابيه هذه تنجم تكون عندها تاثير؟ برنس